طب هو المتبرع الواحد او الشخص المتعافي اللي كون اجسام منعيه يقدر يتبرع لكام شخص، او يقدر يتبرع كام مره، او ايه الكميه اللي بتتاخد منه بحيث انه يعني تكفي كام مريض؟ هو حضرتك الشخص المتعافي بنقدر ناخد منه حسب وزنه طبعا وحسب البودي سيرفيس اريا وحسب حالته العامه، في المتوسط بناخد منه من 600 ل 800 ملي بلازما، وبنقسم الكميه دي على كميات متساويه. كل كيس معقم من البلازما بيحتوي على 200 ملي، وفي الجرعه العلاجيه عاده من 200 ل 400. فلو انا اخدت من المتعافي 800 ملي اقدر اعالج بيها 2 مرضى في الوقت الحالي. المتعافي يقدر يتبرع بالبلازما كل 28 يوم بمنتهى الامان والسلامه، مفيش اي ضرر عليه. معنى كده عفوا، لان انا كنت هسال حضرتك السؤال ده، معنى كده انه مفيش تاريخ صلاحيه لوجود الاجسام المناعيه عند المتعافي، يعني ما ينفعش اقول خلاص كده مثلا عدى 3 شهور عدى 4 شهور كده ما يقدرش يتبرع تاني. بص حضرتك، هو احنا لسه يعني لسه في لاج فيز كده، الدراسات ما اكتملتش ان احنا نقدر نقول الاجسام المناعيه دي هتعيش قد ايه في الدم. المرض لسه مبتدي من شهور قليله، يعني ابتدى في الصين في شهر ديسمبر وانتشر في العالم في الشهور الاخيره. فهل الاجسام المناعيه دي هتعيش شهور طويله، هتعيش فتره قصيره، هتقعد سنه، هتدي مناعه مستمره بحيث تمنع تكرار العدوى للشخص اللي تعافى؟ القصص دي لسه مفتوحه حضرتك. لكن احنا بناخد بعد شهر، واحنا قبل التبرع عموما لازم نقيس الاجسام المناعيه. ممكن لو استمر تواجدها عند المتعافي ناخد منه بلازما مره واثنين وثلاثه، لو استمر تواجدها بارقام معقوله.